رمزي خالدي الرسام خطاط من ولاية مدارس الغومري عمري 22 سنة من سنة 2005 كانت أول مدرسة ابتدائية عبان رمضان دخلت فيها شغل العيد وليت منه وراك على بك بداية كيفاش كان في عمري 17 سنة كنت نطراسي كم أي رسام وذوق ناحية القلم ما يحتاجو ما نجيبو ترسم مباشرة عاد الولايات 43 ولاية 43 منهم الصيف الجزائر بومرتاه تيباس عدد المؤسسات 1582 مؤسسة بديت نتنقل بالولايات على جاد بنفرح زراري نقيتهم سنين والحمد لله مؤخرا تصوير فيسبوك وقت فات نروح على ربي ندخل لان نرسم متطوع واحد يقبل واحد لا لا وانت كي تعرض خدماتك تعرض خدمات مجانية ولا تسلك متطوع وكان لي يعطيك كل ليلة وكان يحقرك وكان بشكون سرعنا بيضا وحبيتها تكون لي عن نفسي بس تدعي بشفا باقي بس المساج لشابة زعميد واحد يقعد وداهم يجيوا وزعميد واحد قاعد ويكون بيان هذي راحتي أقول كنا نرسم نكمل وندى اللي يشوف يفرح نسينا في الاربون ساو هذا المكان جيتوني اليوم ومرحبا بكم جيتوني في متوسطة مرض الصرع بزرايا ويرسف وما داني نوصل زرعتي اي مدير ولا اي مكان يبغي يتواصل مع بابي الفيسبوك تاعي الرسام رمزي عندكم لباب تمرات وشكرا ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس